على بركة الله نفتح الجلسة ملف رقم 8، وكاين اللي غادي يسمع الحلقة ويقول لك هذا رقم ملف واحد في المغرب وغتفهموا من بعد علاش. 8 دجنبر 2017 الماثلة في قفص التيام هذا اليوم هي المسمات والمدعو أمال صقر. خايف ندير شي تعديل في الاسم كيف كيسميها البعض. بصفتها ممثلة أمال، شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة في قفص التيام. شكرا شكرا، ضحكتيني عرفتي علاش؟ باسكو بديتي اول ملف. انا هادشي اللي قالوا لي كريم اللي قال اول ملف بدينا رضوان بدينا ما خليتيني تنقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جمعه مباركه وداك الشيء، جمعه مباركه وشكرا على السيده. بديتي لي انا ما تخافيش دابا قلت من النهار الاول اللي موت. الله يهديك الله يهديك السلام، الله يهديك يهدينا جميعا في هذا النهار ديال الجمعه هذا. والله القسم طلبوا الهدايه لبعضياتنا ان شاء الله بيكون غير خير بحول الله لا امل. المهم مرحبا بك، شكرا على الاستجابه للدعوه او الاستدعاء بلغه القانون. انت عندك حاله العود من العواد، كل واحد كيفاش كينطقها. كنت معنا في قفص الاتهام في ماي 2013. نعم، 4 سنين ونص قريبا 5 سنين. وهضرت بزاف على الحلقه ديالك هاد الايامات، هضرتي عليها هاد الايامات. داكشي علاش درتي، علاش ترجعي بلغه الشعب مازال دايره، علاش ترجع وعاد مازلتي فيه. احنا كنا قلنا واقيلا من بعد ديك المحاكمه غدير عقلك وغادي ترجعي شي شويه لجاده الصواب، ولكن عاد مازدتي فيه وكسيريتي مزيان. ولكن هذه واخا 4 سنين ونص مسطره لم تتغير للامل. لا الثلاث مازال في مكانها، لا لرفض الجواب لا لطلب الشهود ولا الدفاع ولا للغه الخشب. متفقين ولا كاين شي اعتراض للامل؟ مهم على بركة الله. على بركة الله. الخشبة واسعة ولا الخاطر ضيق؟ حسب، على حسب. الخشبة واسعة ولا الخاطر ضيق؟ ما عرفش، كنظن بان تعديت هذه المرحلة هذه. يعني ناخذ راحتي. الله يجازيك بخير. سيدي شوف، جاوبتك هكا قلت ديما واخذ راحتك. اقسم وانا اقول الحق ولا شيء غير الحق امل صقر. قسم القسم وي مجمع اليوم. لا لا لا، هي ناوية هي ناوية ناوية. انا ما عرفتش شنو غادي تخرج لي ولا شنو غادي تجيب لي. قولي الحق. ما عرفتش. لا تقولي الحق وصافي. انا تنقول الحق، انت راك عارفني تنقول الحق. وما فيها باس الا قسمتي، غيشدوا فيك الناس يقول والله ما بغات تقسم، اذا راه غتكذب عليك ولا ما غتقولش لك الحقيقه. دائما غتلقى اللي غيشد فيك واللي غيفهمك واللي غيدور فيك واللي غيعيرك، يعني عادي الامور عادي. اذا بلا قسم. المهم ما ندخلوش ربي في هاد الامور بحال هكا. سيدي ربي راه بعيد. يعني احتراما لله سبحانه وتعالى ماشي. واخا للامل، اذا نفتحوا المحضر ونبداو باعاده تحقق من هويه المشتبه فيها. امل صقر بنت. بنت عائشه. وبنت. بنت الغزواني. في 2013 ما بغيتيش تقولي لي شحال في عمرك. غتقولي لي اليوم؟ لا. لا. ما بغيتش، جو ما بغيتش. علاش؟ خايفه من الشيخوخه. علاش الشيخوخه كتخلع؟ خايفه تشرفي. راني علاش ما بغيتيش تقولي عمرك؟ لا ماشي ما بغيتش نقول عمري، انا ما فهمتش علاش انتم مركزين على القضيه ديال العمر. عادي جدا، دابا الا سولتيني غادي نقول لك انا شحال في عمري، ما عنديش مشكل. انت راجل، ولكن هذه المساله هذه ملي كتخص النساء، ما يعني الاكثر ديال النساء ما تيبغيوش يتكلموا في الامر ديالهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا لا أؤمن بالأعمار، راني قلتها لك، غادي نعاود نعطيك نفس الجواب. نفس الجواب، لا أؤمن بالأعمار. لا أؤمن بالأعمار لأنه إنما الأعمار بالنيات، ياك؟ ماشي غير الأعمال عندك، أنت الأعمار بالنيات. لا لا لا، ماشي الأعمار بالنيات، يعني العمر لا يقاس بالسنين. العمر لا يقاس بالسنين. على حسب تجارب الإنسان، على حسب شنو عاش، على حسب بزاف بزاف ديال الأمور. كاين العمر الجسدي وكاين العمر يعني اللي بالتجارب واللي والروحاني كذلك. لا ما كنعمق، ما كنغمقش عليك، وانت بحكم تبارك الله التجارب تنفخ راسك. نقول لك شحال في عمرك دابا؟ انا من 40 42 45 عام. تعديت ال40. تعديتي ال40. على كل حال، علاش كديري الرياضه والريجيم وداك الشيء كامل باش ما تشرفيش؟ انا عندي احساس انه على الرياضه كيديرها الانسان باش ما يشرفش. عندك خوف من الشيخوخه وقلتي واخيرا بدا الشرف. لا با دي تو، با دي تو. الرياضه ينصح بها من 4 سنين ولا قل، حتى الاخر يعني اخر عمر في الحياه ديال الانسان.
حد الساعه مازال ما وجدتش. يعني الرياضه ما عندهاش علاقه بالشيخوخه او غير هي، ولكن عمليه التجميل عندها علاقه بالشيخوخه. سي ان اونتروتيان ديال لو كور، يعني الانسان خصو يدير الرياضه باش تحرك الدوره الدمويه، باش يخرج لي توكسين بداك العرق اللي كنت يتعرق. مزيان هادشي كله، يعني كيولي حيوي، تيولي خفيف. اها، وعمليه التجميل ما درتش عمليه التجميل؟ ما درتيهمش؟ لا تخرجوا لك هذا بين مزدوجتين، قالوا شي وكون درتها نقول لك درتها، ما عنديش شي وقت قالوا درتي شي حاجه. نو با دو تو. شي فوتوشوب؟ فوتوشوب، فوتوشوب ديال بصح، ماشي ماشي في اللوجيستيك. يعني زعما قديتي شي حاجه؟ شنو قديت؟ شنو بالك فيا؟ ما عرفتش انا والله، ما عرفت. ما قديتي قديت راه غادي يبان لك فيا انا شحال. اذا انت كتقولي بانه ما قديتي والو. ما درتش عمليه تجميل. ما درتيش عمليه تجميل. واش درتي؟ شنو درت؟ لا درتيش عمليه تجميل. لا ولكن شنو؟ عمليه تجميل كيكون تغيير. بنتك تبدلت؟ دابا خلي بنت ليك تبدلت، ودابا خلينا انت كتحاورني. يعني حتى انا كنسولك نفس السؤال، واش بنت ليك تبدلت؟ لا ما بديتش ليش تبدلتي، راه عرفتي باش ما نتبدلوش راه كنديروا شي حاجه باش ما نتبدلوش. ماشي بالضروره، ماشي بالضروره. اذا ناخذوا سي فري كو ضعفت. ايه خطا، علاش؟ على اخر مره شفتيني ضعفت. ايه ضعفت شويه، ما كنحكرش انا بزاف داكشي، علاش ما ردش البال. كنت نزلت تقريبا حتى اني طيحت واحد 20 كيلو. 20 كيلو مالك على حالك؟ بالهم ولا لا؟ لا الحمد لله ماشي الهم. كان اختيار ديالي. ما كل مره كيسولني هذا السؤال، ما تنبغيش نقول لعده اسباب. نسي باش ما، حيت كاين بعض الناس اللي هما كيشوفوك كيشوف واحد الصوره ليهم، او احيانا مثل اعلى، ولا كيبغيو يديروا بحالك. اييه انا ما بغيتش الناس يديروا بحالك في هذه النقطه هذه بالذات، ما بغيتهمش يتبعوا. علاش؟ الناس وحده كانت كتشوف راسها زايده في الوزن، كتشوف راسها نقصات، علاش ما يديروش بحالك؟ لاني درت عمليه. درتي عمليه كاع باش تضعفي؟ وما كان لحال، كيبقى اختيار ديالي. كيبقى اختيار ديالك، ما كاين حتى شي مشكل. امل ساقر نكملوا يعني معاك. يعني مالي على حالي، ماشي غادي تبالي على حالي. احيانا كيف ما قلت لك انا، في الحياه ديال الانسان تيوقف تيقول فين غادي، شنو باغي ندير. كتوقف بينك وبين راسك وكتقول انا فين غادي. سواء ماشي رجعتي مهووسه بالشكل امل ساقر؟ لا با دي تو. خليني نكمل. كمل. يعني قلت انه لو بوا اللي انا فيه ما عجبنيش. دائما تندير اليويو. اليويو هي كتغلاض وكتضعف وكتغلاض وكتضعف، وكدير ريجيم، كتنقص بزاف ديال لي كيلو. ابخي مني كتعاود ترجع الاكل ديالك العادي، يمكن كتهز اكثر من داكشي اللي طيحتي. عييت من هذا المشكل هذا. الرياضه من بعد كنتهاون راسي، او كنتهاون كنتهاون مزيان، كنتهاون على راسي. فسمعت واحد السيده كانت قالت لي راه فوالا درت واحد العمليه وضعفيت بها. ف المهم مشيت درت كونسلطاسيون عند الطبيب، وهو بيدو قال لي ما كاين لاش وداك الشيء. قلت له لا انا مصره، انا بغيت. وسقت الخبر على بعض الفنانات كذلك داروا لها نفس العمليه. بغيت هادشي كله باش تحافظي على الشكل ديالك. شابه ما ماشي غادي تحافظ على الشكل ديالي. انا كنقلب على انني نكون مرتاحه مع نفسي اولا. مع ذاتي، مع يعني مع بيني وبين هذه مساله بيني وبين نفسي شخصيه. واخا لله. فدرت عمليه وما قلتها حتى شي واحد. عائلت يعني ما قلتهاش للميديا، ما قلتهاش لبعض المقربين، الناس العائله ما عارفينش، يعني خبر حصري. شكرا لك لاله امل على هذا الحصري. ما بغيتش الناس يعني يديروا حالك، حيت ما يمكنش غتقول لهم راني درت عمليه، كلشي غيبغي يدير العمليه وداك الشيء، وانا يعني كتبقى عمليه جراحيه اللي هي ماشي سهله. على كل حال، هو على سلامتك. ما سوتيش من عمليه جراحيه درت. بلاتي انا جاي. تكون سديتي شي معده واقيله ولا شي حاجه. درت لا سليف، قطعت من المعده. وي دابا انا عندي معده ديال دري عنده 8 سنين. نقصت المعده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شي سهله يعني، انا ما تناكلش ماكل عاديه، ما نقدرش ناكل وجبه بحال الناس. هادشي علاش قلت لك امل صقر، لانها دي بتيت غاسيون صغار في النهار، 6 ولا اكثر. و
ولا زدت الحد ديالي نقدر نرجع، يمكنش ليا. المهم هادشي كله كاين مضاعفات اللي هي كتكون هادشي كله صعيبه امل صقر باش تبان في واحد الحله، لانها كيف كيقول البعض مهووسه بنفسها وبشكلها. كنت مهووسه بنفسك، وراه كل مره هاني نفخه في امي، هاني دايره الحناك، هاني مجبده، ما عرفت شنو. نو سي با فغي، ما دايراش هادشي انت. حتى بروبوزاو عليا بدون ذكر الاسماء اطباء في علم التجميل، طب التجميل، باش نمشي ندير عمليات عندهم فابور، وما بغيتش. نو ما درتيش. ما بغيتش. اللي بغى يدير لي البودي سكولتور، يعني كيهزوا الشحمه من بلاصه وكيديروها في بلاصه باش كيقادوا لو كورد الواحد. المهم كل واحد شنو. انت ما عندك ما دير بهذا الشيء هذا؟ لا، ما بغيتش ندخل في هاد الدوامه، انك تبقى دوامه. ولكن باقي شي دوامات اخرين غادي نمشيو ليهم ان شاء الله بعد قليل، نكملوا تحقق من الهويه ونسولوك فين تزاديتي. مراكش. مراكش. فين ساكنه حاليا؟ كازا. الحاله العائليه باقا مطلقه، ما جاوبش الله تيسير. كيفاش ما جاوبش الله تيسير؟ زعما مازال ما تزوجتيش، ما عاودتيش. ما جاوبش الله تيسير. نو مازال ما تزوجتش، وباختيار ديالي. ماشي ما بغيتيش؟ لا ماشي ما بغيتش، انا انت راك مطلق؟ لا والله اعلم. ملي كنت تما غادي، ملي كنت تما ان شاء الله. انت راك مطلق يعني؟ كنت تما ان شاء الله. يعني ما كاينش اللي غادي يفهمني اكثر منك. هي او من الناس اللي مطلقين كيفهموا هذه القضيه هذه. ما يمكنش تعاود تزوج غير باش تزوج، انك زواج صافي، تزوجتي عرفتي شنو هو، درتي ولادك، درتي بزاف ديال الامور اللي يعني عارف. ماشي بحال واحد اللي ما عمرو تزوج تيقول لنا لي خصني نتزوج، ما عرفتش عليا الحال، خصني ندير الولاد، خصني. انا الحمد لله هادشي كله درته. دونك الا غادي نتزوج خصني نتزوج مع انسان اللي نكون داخل لي دماغي. ولكن بالنسبه لحاله المراه كيكون الامر شي شويه مختلف. علاش حاله المراه؟ المراه بحالك مشهوره، عندها حقها، الشهره عندها حقها في الزين كيف ما كيقولوا المغاربه. زوجني يا رمضان، زوجني اخويا، ما لقيتش. شوف لي شي عريس من هذا المنبر، من هذا المنبر. دابا انت لاله امل مخليه وسط الميدان ديالك، وسط الميدان فارغ. مشكلة هادي، وسط الميدان خاوي. مصيبة. مرأة معروفة مشهورة عندها حقها من الجمال وما مزوجاش. أو لا لا، هادشي اللي كيقولوا المغاربة. هادشي اللي كيقولوا المغاربة. لا سيدي الحمد لله جو سوي تخي بيان. ومن بعد كتشكي لينا، كتقول لك حقها. لا أنا جو سوي تخي بيان، جو سوي تخي بيان. لا نرجعو داك مخلية وسط الميدان فارغ. هذاك الموضوع والهجوم راه كيجي كيتبنى. كيف ما قلت لك، انا ما نتزوجش بشي واحد الا ما كنتش مرتاحه، ما كيت ما عندي ما ندير به. الا ما كنتيش مرتاحه، الا ما كنتش الشخص اللي انا بي. يكون فخور بيا ويحس بداكشي اللي انا كنحس به، ويحترمني ويقدرني ويساندني ويحبني ويحب عائلتي ويحب وليداتي، ويكون معايا كنفكروا بنفس الطريقه وكل شيء، ويكون فتاخر بيا، ما عندي ما ندير به. ماشي مشكل. انت ما عندكش مع المغاربه نيت واقيلا، مع الرجال المغاربه؟ لا سي با فغي. سولني سؤال واضح وانا نجاوب. واحد سمعناك شي وقت كتقول حقا ما حقا، راه المشارقه احسن من المغاربه. كنشكرك على انك جبتي هذا الموضوع هذا، لان مزيان نوضحه. شتي انا في ذاك البرنامج اللي كنت دزت فيه قال لي شنو رايك في الشرقيين ومش حاجه بحال هكذا. قلت لي شوف الله يربي، كنا والله ما عقلت بالضبط كيفاش تجبدنا الموضوع، يمكن على الزواج ولا الرجال ولا ما نعرف شنو. قلت لي شوف انا يلاه جيت من مهرجان من برا، للاسف قلت لي للاسف الرجال الشرقيين تيحسوا. اسمعني انتبه، كيحسوا كيعرفوا بالقيمه ديال المراه المغربيه اكثر من رجل المغربي. نكمل. كملي. يعني مني كتمشي لاوروبا في المهرجانات اللي كنمشي نتلاقاو بهم، حنا كنا العرب بصفه عامه، العرب يعني ما كنقولش الشرقيين، كنقصد المغاربه، الجزائريين، التوانسه، ليبيا، الاردن، مصر، يعني الشرق. اوكي. وجاب المغرب للشرق. انا لا امال عاوتاني خلطي لي دابا انا كلشي، والله ما بقيت عارف. يعني بلا مغرب، يعني الدول الاخرين. حيد المغرب وسير ليه واخا. بيان سور، احنا ما كنهضرش على المغرب حنايا، ماشي هذا. يعني
بانه ملي كتسولوا كيقولوا لي احنا بالنسبه لينا الزوجه زوجه رقم واحد الدول العربيه هي المراه المغربيات. المراه المغربيه يعني كيتبناوها تخطفوا عليها يحماقوا عليها كتجيهم بالنسبه لهم هما زوجه رائعه يعني متمكنه في كزوجه كتجيهم ام رائعه كتجيهم يعني كل الامور اللي كتخص بالبيت واللي كيحتاجها الراجل. رايهم هذاك على كل حال اكيد مش رايهم راه رايهم متفقش معايا لا وسي فري وافكتيفمون المراه المغربيه فيها بزاف وبزاف بزاف المميزات مقارنه مع النساء الدول العربيه الاخرين. وهادشي يبرر انه يعني يعني خليني نكمل الله يخليك تفضل. يعني الا فهمتي هذه الجمله اللي انا قلت بانه الشرقيين كيحسوا بالقيمه المراه المغربيه اكثر من المغربي فهي رساله حب للرجل المغربي. هلا كنقول ليه انا بغيتك انت تكون فخور بيا، انا بغيتك انت تحس بيا، انا بغيتك انت تتمناني وتقول اه مرتي مغربيه انا فخور بمرتي المغربيه. شي يجي واحد عربي ويقول اه لا حنا كنفضلوا فلانه كان هذا هو المقصود اكيد. وحنايا هنا ما نكذبش عليك ما كيحسوش بين ما كتحسوش بينا نتوما كمغاربه للاسف اكيد انا يمكنش ليا نعمم وما يمكنش نقول كل شيء. كاينين رجال اللي نشوفهم عندهم اون في دو كوبل مانيفيك اكسترا اوردينير لي ايل سوتيان لوغ فام كيفتخروا بهم كيشجعوهم كيشجعوهم في خدمتهم كيشجعوهم في كل المسائل اللي هي كتخصهم. وكاين وكاين اكيد. فانا هذيك كانت رساله حب المغاربه ولاد بلادي الله يرضى عليكم ردوا لنا البال شوفوا من جيتنا شوفوا من جيتنا حسوا بينا افتخروا بينا افتخروا بينا والله العظيم يعني دي كانت رساله حب كبيره. ولاد بلادي اولى انهم يتكلموا عليا بالخير من الان فصاعدا غنفتخروا بكم. الوليدات لالا امل جوج عندك ياك شحال في عمرهم دابا تبارك الله؟ الياس وعلياء. الياس وعلياء الله يخليهم لي شحال في عمرهم؟ امين. عليا 16 سنه والياس 20 سنه تبارك الله وصلى على النبي. ما بيناش فيك شنو ما بيناش فيك ولد 20 سنه وداك الشيء. المهم دابا انا نضرب الحساب ديال العمر. المستوى الدراسي امال الوغ باك سيانتيفيك ودرس كيلكو فورماسيون كيلكو فورماسيون. والمهنه المهنه نقدروا نقولوا ممثله منشطه ومذيعه. ماشي بزاف؟ لا ما بزافش. وكون غداتك تجي شي مهنه اخرى نديرها. لا بزاف ممثله واش اخر؟ وانت شنو تدير انت؟ انت يا مذيع وصحافي ماشي بزاف. انا هذا الشيء هذا اللي كندير هو اللي كندير برودكسيون ومونتيج في نفس الوقت. برودكسيون لا وكنت مونتيج معايا برودوي طون ايميسيون دونك تي برودكتور دونك. ولكن واش لا انا قريت في الفيسبوك ديالك كنت من ضمن الصديقات على الفيسبوك شفت في خانه المهنه ديال واحد المهنه غريبه اكتريس دو دوبلاج يعني هادي يعني اوكي و سي فري كاد المهنه دي نسيتها مزيان ذكرتيني بها. ممثل دوبلاج يعني كاين ممثل في التلفزيون يعني في السينما وفي المسلسلات الى غير ذلك افلام قصيره وهذا وكاينه ممثله ديال يعني الدوبلاج ستادير كتشخص الصوت ديال مسلسل او ممثله كتخدم ممثله بالاصوات. هادشي علاش كيسميوك ممثله بالصوت؟ باش ممثله بالصوت زعما ممثله بالصوت هذاك الشيء ديال الرسوم المتحركه زعما كاينش ممثله غير بالصوت. الطريقه باش قلتيها ما عجبتنيش راه خصني نقول لك بطريقه ممثله بالصوت. انا قلتها بحال هكا ابدا شوف راسك نعاود شوف راسك كاميرا شي علاش كيسميوك ممثله بالصوت؟ ما عرفتش واش نتايا كتنقص من هذيك المهنه لا ولا غرضك انك تنقص مني حاشا يعني شنو بالضبط هذيك مهنه هذيك مهنه اللي هي كنحترمها وكنوجه تحيه لكل الناس اللي كيشتغلوا فيها طبعا مهنه اللي معروفه في الدول العربيه واللي هما بداو من الاولين اللي داروا الدبلجه مهنه اللي ماشي سهله انك تجلس في استوديو مده 5 ولا 6 ديال السوايع انك تجسد او تشخص صوت ديال الممثله غير بالصوت. خصك تعطي احاسيس خصك تعطي نبرات طبعا سي ان ميتي ابارونتي ولكن للامال
هذا شق من من الشخصيه ومن من المهنه ديال امل صقر. كنمثل بالصوت ديالي وهذا يعني حاجه زايده يعني ماشي غير كنلعب كجسد في التلفزيون قدام الكاميرا بل يمكن لي حتى انني نلعب بالصوت ديالي وهذه هذه ماشي زايده ماشي حاجه ناقصه انه امل صقر يتحسر المسار ديالها في التمثيل بالصوت. سي با فري سكو تو دي دونك سافو دير كنت هي ما راجعتيش المسار ديالي وما شفتيش لو سي في ديالي وشنو الاعمال اللي درت. والله الا اختاريت الكلمه قلتي تحسر اللي كنسمعوا الدوبلاج كنعرفوا امل صقر. لا حيت انا من الممثلات الاولين اللي بداو في الدبلجه في المغرب يعني اول مسلسل مدبلج في المغرب امل صقر دارته ودارت بطوله فيه داكوغ 6 شهور وانا كنصور وانا كنسجل يعني كان اول مسلسل مدبلج بالدارجه وديك الساعه انا داك كان الناس تضمو تشوكاو علاش لانه كانوا مولفين كيشوفوا المسلسلات مدبلجين بالسوريه باللبنانيه كان اول مره غادي يخرج مسلسل مكسيكي كيهضروا بالدارجه فهضروا عليه الناس بزاف واكيد هضروا عليه حتى انا بانني كنت ديك الساعه كنت وجه معروف سكيفي تكلموا عليا بزاف يعني دائما كيجمعوا الدبلجه مع امل صقر مع العلم على انني كنت قبل من الدبلجه كنت مثلت فيلم سر العرصه وكنت درت بروميير رول فيمينا فيه وكنت درت قبل منه كور ميتراج اللي هو المصعد السري مع الاستاذ عبد العظيم الشناوي يعني هادو كلهم كنت صورتهم قبل ولكن بحكم على انه لي تيليفيلم ولي كور ميتراج تياخذوا واحد المده باش انهم يديروا المونتاج وعاد يخرجوا يعني يعني للتلفزيون او الساحه الفنيه الدوبلاج كنا ديك الساعه كنسجلوا ديك الساعه كيخرج فالناس دابا سحب ليهم بانني درت انا الدوبلاج قبل نو انا درت التمثيل قبل من الدوبلاج اذا مقتنعه بالامور اللي كديري ولكن مع ماشي غير مقتنعه رمضاني مقتنعه وفخوره باي حاجه درتها ولكن مع ذلك كتجيني شويه او البعض ماشي انا هاد بين مزدوجتين تنقاز من حاجه لحاجه انا في التمثيل انا في الدوبلاج انا شنو المشكل الاذاعه شنو المشكل اش ديرونجيت انا ما ديرونجيتنيش اش ديرونجيت الناس هاد الحضور بهذا الشكل كل الممثلين كاين اللي كيفهموا كيشرحوا على انه واحد الحاله ديال التيه يعني امل صقر ما عارفاش راسها اش باغا لا با دي تو ديك الساعه انا زعما في الاذاعه على امل عاوتاني انا مش ندير شوف ببوش انا ديك ببوش راني بعتيت ببوش شنتي شي حاجه المهم ما علينا ببوش مال ببوش تحية للناس اللي تبيعوا الببوش ومهنة ماشي سهلة تحية لجميع المهن تحية اللي ما خدامش كاع من هذا المنبر اوكي يعني خص تزكي شي خليني نجاوبك على السؤال ديالك تفضلي اولا انا ديك الساعات كنت كندير المعهد ديال سيدي بليوط كنت كنقرا وكنت كنقرا في نفس الوقت كندير كور فلوغون دونك دايره المعهد في سيدي بليوط ودايره الكور فلوران لو جو دوفون لا كاميرا باش كان باش بغيت نكمل الفورماسيون ديالي جا سي حسن غنجا دار ليا الكاستينغ خداني للتليفين ديالو جا سي عبد العظيم الشناوي دار ليا الكاستينغ خداني في الكور ميتراج ديالو داكوغ هما جاو عندي المعهد مشي انا مشيت لعندهم ابخي جا عندنا سي عبد العظيم الشناوي قال لنا راه كاينه واحد الشركه جديده ديال الاصوات حيت هو كان هو كان كيشتغل بزاف بالصوت ديالو ما عارفين يعني واه ودي ف خدا خدين تقريبا شي 15 المعهد شي 15 بينا تقريبا مشينا درنا الكاستينغ اكثر من 15 كنت انا الوحيده اللي تخاليت من بين ديك المجموعه كامله وانا ما تنعرفهمش يعني دوزت ان كاستينغ على فوغليت انا بدي ما كنتش عارفه راسي اني نقدر ندير الدبلجه ف هما شافوني بان نقدر ندير هادي قالت لي عندك النبره مزوينه يمكن لك حسيت بانك تقدري تلعبي وهاد الدور هذا بالذات راه دوزنا 38 كاستينغ يعني 38 صوت ولقينا فريمون مشكل فيه وكنظن يعني ما غلقوش ما احسن منك فاش نقول لا اختي اسمحي لي انا كندير غير التمثيل ما يمكنش ليا بهذه الطريقه وما نعرف وشنو بغيتيني نقول لها علاش جا 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 لا شوف دونك وافقت
دخلت التجربه الحمد لله توفقت فيها وبقيت مده 4 سنين او اكثر وانا كندير معاهم الدوبلاج. ما تنفعش في المجال الفني بلاتي خلينا نكمل. لا غديري كلشي وقال لك اللي بغاها كلها كيخليها كلها. لا سي با فغي هذا المثل هذا غير يمشي ينتحر هذا اللي قال هادشي. اه نو اذا انتحروا كاع اللي قالوا ينتحروا خلاتها لابن ابي دار. لا لا علاش كتقولوا بحال هكا؟ لي زوم شدي حاجه لا لي زوم دافير تيكون عندهم 50,000 بروجي شادي نقول لهم سيروا تنتحروا ما في ديكمش. لا دافير لا اسمح لي حتى انا كنعتبر نفسي انني اون فام دافير للامور اللي كتخص بامال صقر. حنا ما عندناش بلاصه اخرى بانك تالفه بانك كتعيشي واحد الحاله ديال التيه الفني ما عارفاش تشدي ولا بصيغه اخرى ولا تنقول لك جو سي با داكور جو سي با داكور. الحمد لله اي حاجه كنديرها كنتوفق فيها. عيطوا لي بور الدوبلاج بقيت خدامه مع هذوك الناس شافني محترفه شافني على انني كنجي في الوقت وكنمشي في الوقت وكنعطي الالتزامات ديالي. عجبت الناس كصوت يعني كصوت كنمثل في هذوك المسلسلات دونك يا با بروبليم. ابخي خدمت مسلسل زينة الحياة اللي صورنا اللي خدمنا فيه تقريبا صورنا واحد 5 شهور ما بين بريباراسيون مع 6 شهور. خدمت بطولة في بزاف ديال لي تيليفين يعني الحمد لله انا جد سعيدة بالمسار ديالي. اللي كينبهوا ليه البعض كيقول لك الحضور ديال امل صقر اكبر من الخزانة ماشي الملابس الخزانة ديال الاعمال الفنية. فاش الحضور زعما حاضره بزاف فين ما مشي نلقاو سي با فغي فين ما مشي تلقاني فين كنلقيت يعني والله الا طاليه الدنيا فين امل صقر حاضره في كل بلاصه في اي بلاصه سي با فغي الله اودي ثلاث سنين هادي وانا بزاف المهرجانات كيستدعوني وما تنمشيش. حضوري ولا قليل وقليل بزاف بحكم على انني كنت كندير الراديو فكان عندي برنامج مباشر ما كانش ليا انني نمشي نغبر على الناس مده 3 ايام ولا 4 ايام فقليت بزاف 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 الظهور ديالي. يعني هذا الخبر هذا يمكن 4 سنين هذه ولا 5 سنين هذه ممكن كنت اي واحد كيستدعيني تنمشي كنقول الناس كبروا بيا عرضوني خصني نمشي نلبي لهم الدعوه. ولكن هذا التفكير هذا عندك بلاصتك لا امل صقر يعني شنو نقولوا امل صقر اسم ثقيل في المجال لا هذا السؤال تسولوا للناس هو اللي غادي يجاوب للناس اكيد. طيب هما اللي غادي يقولوا واش امل صقر عندها بلاصه الوسط الفني. بعض الناس ولا كيسبوك بزاف زعما كيسبوا كلشي انت ما تيسبوش. الحمد لله انا كندير علاش كيسبوا كلشي ما خلاتها واحد ما كاين مشكل. انا كندير علاش انا كنركز انا كل التركيز ديالي مع الناس اللي كيحبوني اكثر من الناس اللي تيعايروا. الناس اللي كيحبوني لان تيعايروا كلشي. اها يعني ولات واحد الموجه ديال العنف كبيره بزاف لي ريزو سوسيو. علاش؟ لانه ماشي بالضروره باش نقول لك ماشي بالضروره كنكون انا اللي ما حامنيش ولا باغي يعايرني وصدقني شنو كنقول لك. واحد النهار بغيت ندير تجربه واحد خديت واحد 5 ديال عباد الله دخلت لعندهم بقيت معيوره دخلت لعندهم علاش كتعايرني شنو درت لك؟ عرفتي واحد شنو جاوبني؟ اش قال؟ ماشي انا راه خويا الصغير عنده 11 عام وكيدخل كيتكونيكتا بتليفوني وكنت كتقلبي عليه لا امل شاده لي هادي واحد هادي واحد ثاني ثاني كيفاش كديري علاش كتقلبي علاش؟ بعض المرات كاين اللي كيقول امل صقر هذه استراتيجية ديالها لاثاره الانتباه باش تكون حاضره الاستفزاز لا بروفوكاسيون كيقولوا ليها كي جيتك لا بروفوكاسيون لا بروفوكاسيون تري بيان دي ميرسي. ماشي هادشي اللي كديري لا امل؟ لا با دي تو. انت كلشي عندك با دي تو؟ لا با دي تو باسكو انا جو سي سبونتاني اي جو انا انت ما عمرك قلتي كوجاك ما كتاكلوش ماشي في سناب شات سناب شات سناب شات بكامل الايحاءات الممكنه الايحاءات كوجاك ياكل سير الشمال فوق كنت الصيف وفوق الشمال وكل شيء الراجل كيكون قدو قداش وهز كوجاك وكيمصفي وغادي عادي جدا مي بيان سو باسكو انا داك كوجاك هذاك راه رمز ديال الطفوله ديالي سان تخوك اللي كيرجعني للماضي ديالي كنت كناكلو بزاف ملي كنت باقا صغيره لان كنت ساكنه في تطوان وكان هذاك كوجاك بالذات خصك تلقاه في الشباب ما تلقاهش في المغرب كامل في واحد لو غو سبيسيال وسميتو كوجاك. اي الامل فقط انا سناب شات سناب شات حضورك في لي ريزو سوسيو بهذه الطريقه سناب شات يفهموا البعض على سناب شات لا لا با دي تو نو نو با دي تو سبونتاني انا كنسميها سبونتانيتي تلقائيه شفافيه
صراحة شفافية بعض المرات. كنشاركهم حياتي كيف ما هما كيشاركوني حياتهم. كتلقى وحدة غدا الحمام، كتلقى وحدة جنسيبا هي كتاكل كوجاك، هي كتاكل الماكلة، ها هي متكية كتهضر. سناب شات سي ان تروك تري انتيم، كتقرب بيه بزاف للناس. هاد انتيم مزيانة. تري انتيم علاش؟ لانه هما لا هما تيبغيو تمشي بالبينوار وتبان في سناب شات، وداكشي كيتخاد وكيتيليشارجا في اليوتيوب وكيبدا يتشاف. شنو المشكل في النوار؟ كيبدا شي كلام على امل صقر بانها باحثة عن الاثارة باي ثمن. سي با فغي. عاوتاني سي با فغي. مي بيان سو سي با فغي. هادشي كله راني قلت لك تلقائية وسبونتانيتي، وانا كنبغي على انني نكون كيف ما انا. كيف ما انت. سي ابخوندغ واليسي. يعني انا في الدار شكون ما كيلبش بينوار في الدار؟ شو كتلبس انت في الدار؟ كنلبسو في الدار وما كنبينوش انا في سناب شات. لا سناب شات كنصورو شي، كنكون جالسه متكيه في يعني عادي في داري، كيبغيو الناس يعرفوا عليا كل شيء. احيانا كنبغيو نقولوا شي امور اللي هي كديرونجينا، ولا شي امور اللي هي قلقاتنا في النهار ديالنا، ما كتكلم عليها حتى كتدخل للدار وكتانستالا في بلاصتك، كتقول لهم فوالا اليوم راه شنو درت، اليوم هاش علاش بتنهضر. وهادي بزاف ديال الممثلات وبزاف ديال الناس اللي في لو دومين تيتكلموا هما فوق فراشهم، هما فوق الكنابي، هما كياكلوا عادي جدا. وهاد الامور الناس جداً. الناس ديال سناب شات عارفين بهاد الامور عادية، كيتقبلوها بكل ماشي كلشي كيشوف هادشي عادي. بيان بيان سور. علاش دابا سناب شات ماشي كما سناب شات؟ سناب شات ماشي بحال فيسبوك. سناب شات سناب شات سي دي فيديو كتقراي دوك التعاليق. لا سناب شات سي دي فيديو الحموله. سناب شات سي دي فيديو اللي كيتحيدوا 24 ساعه، ما تسقاش لا فيديو 24 ساعه كتحيد. قبل 24 ساعه كيدوزوا على بلاصه اخرى. انا ما عمري شفت شي حاجه اللي دوزوها ليا وانا قلت ناري شنو هاد الشيء. انا اي حاجه حطيتها بدلوها، تسميتك بدلوها. شنو داروها؟ وما نقولهاش في الراديو للاسف. علاش؟ ديك القاف حيدوا داروا حرف اخر، ولات امل صقر رمز ما عرفش كيفاش غنسميها، لان بزاف ديال الامور اللي ما خصهاش تقال. ولكن انت فهمتيني وانا فاهم والناس فاهمين. لا ما فهمتش بالسر. انت كتهضر على كل شيء وكتوضح الضحكه الشهيره ديالي عاوتاني، وكتوضح كل شيء وكتتكلم على كل شيء ووضحتها. هادي عادي جدا. هو انه امل صقر ولات شنو كيسميو؟ شنو كيسميو؟ حيدوا القاف وداروا الدال. باش من سميتك حيدوا القاف وداروا الدال. يعني شنو؟ ما كنعرفش كيفاش ركبيها. انت قاريه تبارك الله، باس سيونتيفيك، باك سيونتيفيك، ومن بعد دي فورماسيون، يعني اكيد غتحيدي القاف وترجعي الدال. فهمتوا الدراري؟ انت يا شنو بالك؟ كاين شي حاجه ماشي انورمال؟ عادي جدا. اي راه ماشي انورمال. لا 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 امل لا 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 امل لا. واش يعني انا كنبان عاديه؟ كتبني عاديه؟ اكيد عاديه. ولكن كاين اللي كيشوفك ماشي عادي، وكيشوف فيك بانك تحاولين اثاره الانتباه الى صقرك. واضحة هذه دابا. سي با فغي. عاوتاني سي با فغي. بيان سور كو سي با فغي. هذوك الناس مرات عاوتاني. بيان سور كو سي با فغي. انا كيف ما قلت لك انا تلقائيه وصريحه مع نفسي، وكنلبس اللي كيعجبني، وكنصور راسي بالطريقه اللي انا بغيت، وكنقول اللي انا بغيت. اي حاجه لحتى في سناب شات، اي حاجه. لا ماشي قايس مهتم حتى شي حد. اها. نو. انا دابا دخلت لعندك صورت كاني داخله عندك. صورتك سناب شات. الناس ديال سناب شات عندهم ليكسكلوزيفيتي على انهم يعرفوا اي حاجه كنديرها. دونك صورتك سي لا ميم شوز، سي مون كوتيديان. يعني عندي الاذاعه ها العار. كيفاش ها العار؟ في اذاعه ميد راديو. شنو المشكل؟ لا حيت خليت فهمني شنو كنقصد. فهمني شنو كنقصد. يعني ركز معايا والله الا كنحاول نفهمك. لا ركز معايا الله يرضى عليك. لا ما كنراوغكش. ركز معايا الله يرضى عليك. يعني انا دابا اليوم جيت لعندك قلت لهم راني غادي نمشي عند رمضاني وغادي ندوز في قفص الاتهام. اوكي تماما. نقدر نمشي جو سي با، نمشي لواحد الجمعيه، ولا نكون غير غادا مثلا في شي كافي جالسه نقول لهم هذا الكافي عجبني وهذه عجبتني وهذه ما عجبتنيش. من حقك. كنشاركهم كل شيء. من حقك. يشوفوني بالبينوار، شافوني. شافوني بالبينوار، شافوني بلا ماكياج، شافوني مقلقه، شافوني باكيه، شافوني معصبه، شافوني حزينه، شافوني كنغني، شافوني يعني مؤثره بشي امور.
كل شيء كل شيء كنبينوا لهم بكل وضوح وكل تلقائيه، لان كنحسبهم بحال خوتي وخواتاتي كنشاركهم. وراكم ماشي أنا... كلهم كيحسبوك بحال اختهم. لا الحمد لله، لا والله انا عندي والله ناس عندي ناس غزال في سناب شات ما جادور الناس ديالي كنحييهم وكنشكرهم. جو غوسوا دي ميساج مانيفيك وتا انا كنتبعهم، وعندي ناس يعني واحد النهار قلت لهم صيفطوا لي منين نتوما، تفاجات من روسيا من لندن من كندا من بلجيكا من من كل المدن المغربيه كل يعني اللي طبيب واللي محامي واللي لا مريانتينيه بزاف. لا الحمد لله. علاش يا كيش كيزمو كي لا لا مي سي فري عليك شي واحد علاش غيتمرقنوا عليا؟ حيت ماشي كلشي كيشوف فيك اختو وبزاف، وعدد كبير انا قريت تعاليق في لي ريزو سوسيو كيشوفوا الجانب ديال الشكل ديالك وكيقول لك هاد السيده هادي ما دايره فيلم ما دايره مسلسل. لا دايره مسلسل ودايره افلام سمح لي، وفيلم ولكن... وفيلم يعني الحمد لله خذت ثلاثه ديال الجوائز اللي كانت عندي فيه بطوله اللي هو شنو سميتو اخر رومانسيين، ثلاثه ديال الجوائز في المهرجان ديال المكناس اللي هو ديال التلفين. الحمد لله ترشح افلام اخرين تما ترشحوا في هذا المهرجان كذلك، فيلم وصال، فيلم الوان في المنفى، يعني كاين بزاف بزاف ديال الافلام، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه. انا مشيت نقلب عليك في جوجل. المسلسل تورية كانت عندي فيه بطوله، مسلسل زيت الحياه كانت عندي فيه بطوله. بمعنى حضورك الفني كتعتبري انه مزيان بالنسبه للمسار ديالي بالنسبه للبنات اللي كانوا تيقراوا معايا في المعهد في نفس السنه. الحمد لله انا جيت سعيده. ولكن جاوا بعد ناس دوبلوك لا ما دوبلونيش. دوبلو بزاف النجمات والنجوم الشباب اللي ولاو كيديروا ادوار البطوله وكيهضروا عليهم في التلفزه دائما ولاو من الرموز ديال المجال الفني. هادشي واش ما قالتش لالا امل او ديبلوماتي؟ راه واقيلا ماشي شي فنانه ماشي شي ممثله، راني على قد الحال مقلب على سناب شات باش يبداو يهضروا عليا الناس بزاف ولبس البينوار مع قليل من الشفافيه. لا البينوار اللي لبست اتونسيون داك البينوار اللي كتهضر عليه بينوار ديال الصوفا وغليظ وعادي جدا، يعني واش من بينوار تتهضر عليه ما فهمتش. هز البينوار حط البينوار بينوار غليظ كريم مصوف حالته زعما يعني ما في حتى، وانا ما دايرش الماكياج دايرها نضر فيهم العافيه حالتي كلي انا حالتي فيه هذيك العافيه. شنو جاك فيها؟ اش من عيط ومعصبه ومقلقه وكنرد على شي وحده اللي ما عرف شنو قالت عليا، يعني كنجاوبها ماشي حتى اش قلتي ليها؟ انا افتخر بما املك ماشي في هذه الحاله هذه. حيت هي بقات كتقول لي ما نعرفش شنو وانت صدرك ما تصدرك. قلت لها اختي شوفي، اولا صدري طبيعي وانا ما اختاريتوش، ربي عطيه ليا وانا فخوره بكل حاجه في الجسم ديالي كنحبها وكنعشقها. الا المعده فرطتي فيها نقصتي منها ما عادش. لا الا المعده هذيك حاجه واحده اخرى مسكينه وبقات فيا والله حتى بقات فيا الغد بكيت. سمحي لنا لالا المعده سمحي لينا. وي لا حيت يعني علاش انسانه كتهضر على شي حاجه اللي ربي عط. انا مشيت قلت لها شوف خليقتك انت كيفاش دايره ولا وجهك كيفاش داير ولا شوفي راسك انت كيفاش دايره. ومشي من حقي على انني نقول هادشي لان الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن هادشي ولكن ديك الطريقه شوف الحمد لله بزاف الناس سبوها وعيروها وما خلاو غير فيها غير اللي نساو. لا امل ما خلاو فيها اللي نساو. وحده راه الناس كيديروا دي فيديو كيصيفطوا لي عليها. من حقك تكوني كما انتي وتكوني فخوره بكل يعني وحده كتحطت الكاميرا وتتسجل هاك بالك بعيور سبار معيور سبان يا اختي ما كاينش شريتك كيفاش ما عرفتش شنو ولكن عاود ديرونجيتك زعما شنو وانتوما شي ولا يمكن خلصها شي واحد ولا باغا تبيع بيا مسكينه يمكن باغا تبيع بيا. او لا الامل سقر زاد سي فغي باعت بيا لانه ما عمر الفيديو ديالها دارت لو طو ديال لو فيو هضرت عليا انا ولكن هنيئا لها صحتك صحتها انا نقولها بصحتك هضرت على جزء منك ماشي هضرت عليك ولكن جزء مني ما خلاتهاش قال ايه واش ما خلاتش بناء على هادشي وبناء على تعليقات اخرى وعلى اراء اخرى وعلى التسميه الجديده اللي تعطاتك وكنحيي كاع الناس اللي فان اللي عطاوها علاش تربي. واش ما شفتيش بانك زدتي فيه وكتقولي انا يمكن عندي نقطه قوه؟ هادي توالش نقطه قوه واش انت دابا انت عندك هذاك القرعه بحال هكاك راسك وانت ديما كتفتخر بهذه القنه ديما كتبينها وديما شوفوا قرعتي وشوفوا ما نعرف شنو غادي نجي نقول لك انت ماكش حاسب ديك القرعه ديالك شنو
شنو غادي تقول لي؟ للاسف ما نقدروش نقولوا كل شيء في الاذاعه، للاسف للاسف، ولكن فكرني من خرجوا غنجاوب. يعني واش عجبك؟ عجبك عجبك ربما كديرونجي ناس، ولكن انت درتها نقطه قوه. لا لا ديما كنلبس عليها البينوار، كنهضروا على البلايص اللي كنلبس عليهم البينوار. ديما كتقول لي انا براس، وديما شي مرات كدير اللي كاريكاتور كتكبرها. واش ما يعني ما خديتيش هذا الامر فون دو كوميرس لالا امل باش تباني فيه؟ فون دو كوميرس لاش مشيت قلنا درت ان ديفيلي ديال المايو، ولا مشيت كنبيع يعني الحوايج بهادشي. فون دو كوميرس دو كوا؟ بكوا زعما شنو؟ مع رواد وسائل التواصل الاجتماعي. كتجيبي شنو نسميهم هذوك؟ شتي المعجبين هذوك الحق، شويه الفضوليين والناس اللي عندهم يثير انتباههم. دابا انت جايبني لهنايا باش نبقى نهضر على صدري؟ لا. دابا ندوز الحلقه كلها كنهضروا على الصدر. انا كاع حسبي الله ونعم الوكيل. انا والله ما جبته. والله العلي القسم. أمل سقر، قلنا هذا الأمر في علاقة بالحضور ديالك في ريزو سوسيو. البعض ما عرفتوش انتبهتي ولا ما انتبهتيش، لخصك في هذا الشكل ديال الحضور. أما هو يكون سقر ماشي سقر هذيك نقاش آخر. سقر بزمن عين زفت الناس. صلاة على النبي. مشيت ندير عليك بحث، انت دابا قلتي لي واش غنهضروا غير على هذا الشيء؟ لا ماشي غير على هذا الشيء. يا شيء مؤسف انك تجيب انسانه دايره مسار ودارت بزاف ديال الامور في حياتها ديالها وتكلم لها على علاش عندك صدر كبير. نوميات شكون اللي سولك هكا؟ علاش كيقولوا على صدرك؟ علاش سماوك امل صدر؟ امل سقر. أنا يعني كما سولت اولا شنو غاتجي تقلب على شكون اللي سماني هكا؟ تلقى مسكين شي وليد عنده 16 عام دارها بدون تفكير سقر. ومشات. انا هاد ثلاثه يعني الاسئله اللي قلتي من غير سؤال واحد ما سولتهمش، وماشي بديك الصيغه امل سقر. لي ريزو سوسيو كلشي كيدير لي ريزو سوسيو. انا كيف ما قلت لك امل سقر شفافه تلقائيه. نحقك حقي سي مون بروفيل. الا جبتي تشوف سي مون بروفيل اون بلوس نزيدك سي مون بروفيل بيرسونيل. من حقك. علاش دخلتي؟ ما تدخلش عندي في علاقة به. ما تدخلش عندي تو سامبلومون. امل سقر في علاقة به، حنا ما كنسولوكش على امور شخصية. اللي ديرونجيتو ما يبقاش يدخل عندي. هذه نصيحة لكم يلا من امل سقر. انا فاش كنسولك على هذه الامور ماشي كنسولك باش نشدوا العبار، لا كنسولك على هذه الامور. ما عندك ما حتى عبار ما تشد. هذا غير من باب التعبير المجازي. سولتك على هذه الامور لانه عند جزء من الراي العام ارتبطت امل سقر بهذا النوع ديال الظهور. شتي شحال شتي على الجمله كي دايره مطروزه كاع ماشي ديك الصيغه اللي قلتي. سي با فغي كتقول ماشي ماشي ما خفتيش على مسارك اللي كدافع عليه امل سقر. غنخرج دابا للزنقه انا وياك، ما غاديش يقول لي هذيك هي اللي عندها ما نعرفش، غيقول لك الممثله امل سقر. انا مشيت نقلب الفنانه ديالنا. مشيت نقلب الفنانه ديالنا وفين ما مشيت في المغرب كامل وحتى خارج المغرب وحتى يعني في الدول الشقيقه مع الفنانه ديالنا كيحسبوك طرف منهم جزء منهم. الحمد لله والحمد لله. هادشي اللي بغيت يعني. انا مشيت قلبت عليك في يوتيوب وقلبت عليك في جوجل درت امل سقر. ما عرفتش عمرك درتي هذه العمليه ولا ما درتيها؟ شنو كتلقاي في الاول؟ لا امل فضيحه امل سقر، التحرش بامل سقر، اغتصاب امل سقر، وا 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 ما لاحظتش بان هذا الشيء زاد. هذوك العناوين ماشي انا اللي درتهم داكوغ. انت يا عارف كاعلامي معروف ماشي انت اللي درتيهم صحيح، ولكن انت درتي علاش هذوك يديروهم؟ وعارف اللعبه على انه الاعلاميين كيلعبوا او الصحفيين كيلعبوا على هذه الكلمات، هذه الكلمات اللي باش تجيب لهم لي فيو وباش انه تزاد لهم نسبه المشاهده بكل بساطه. فهما كيلعبوا على هذوك الكلمات طبيعي جدا. ملي كيلعبوا على فضيحه وشحال من فنان شحال من فنان شحال من فنان كتشوف عليه فضيحه ما عرفت شنو، كتقول يا ربي السلام ما عرفت شنو داير هذا السيد. ملي كتدخل كتلقى يا اما الفيديو ما كايناش، يا اما اليان ما عنده علاقه، يا اما دايرين شي وحده اللي ماشي حتى هي داروا عليك هذه القضيه. غير باش مي بيان سور غير باش يطلعوا غير باش يطلعوا شحال هذه المصيبه هذه اللي قاصه عليا وانت درتي وانت درتي، وهي باش مسكينه باش باش تقضي على ظهري. شتي انت مثلا امل سقر تكلمتي اكثر من مره، حيت انا اسم كيبيع اكثر من مره، تكلمتي على الحادثه ديال محاوله الاغتصاب. هذه دوزناها قلنا ماشي مشكل. ما بغيتش نعاود نتكلم. لا ما غنعاودش نعاود ندوي عليها، واخا كاين البعض اللي بدا كيشكك كيقول لك واش بصح هذا الشيء ولا ماشي بصح.
شغلكم هذوك الناس ما عليناش شغل ملي بغى يشك يشك تماما. خاصك تعرف بان ذاك الموضوع ماشي بالسهل على انه الانسان يتكلم فيه، وماشي شي حاجه اللي غادي تزيدني ولا اللي غادي نفتخر بها، بالعكس ده شيء ما كنفتخرش به اصلا. وتكلمت فيه ماشي جيت وعندك قلت لك راه اليوم غادي نهضر على هذا الموضوع. صح. علاش سولتيني؟ سولتيني انا تكلمت عليه في الفيستيفال ديال مراكش مع الاعلامي عمورة، واصلا ما معولاش على راسي على انني نتكلم، وهضرت على الموضوع ربع سنين من بعد. ولكن انا ربع سنين من بعد يعني خديت واحد ربع سنين وانا ما قادراش نعاود على الموضوع، ونهار هضرت تكلمت قبل شهر ولا شهرين كتخرجي في تصريح في برنامج. اللي كيعرفوا الناس اللي تيعرفوا الناس يعني المتخصصين، كنقول الاطباء النفسانيين ولي كوتشينغ وكل شيء، اي واحد سولتي غادي يقول لك من الصعب على ان المراه تتكلم، المراه العربيه طبعاً بالخصوص انها تكلم هذا الموضوع، لان للاسف فهمتي. وكنتمنى هاد الناس اللي كيقول لك ماشي بصح، كنتمنى يوقع لهم هاد الشيء باش يحسوا بالهضره اللي انا كنقول. لا كنتمنى لهم، لان باش تجي وتقول هذا الشيء ما وقعش غير بالعاني، وبغيت ربي يعطيها لهم ديال بصح ويحسوا نيت، وديك الساعه نشوفهم واش غيتكلموا على الموضوع ولا ما غاديش يتكلموا. داز هذا الموضوع، جات لالا امل صقر في برنامج تلفزيوني وهي تفرق علينا واحد القنبوله، كتقول لك ممثل عرض عليها ماشي في برنامج تلفزيوني معلوماتك ماشي ما تلفزيوني. انا اللي سمعتك مع الزميله سلوى مفتوح تكلمتوا على التحرش في الوساطه الفني، وقلتي بانه كاينين ممثلين اللي كيديروا الوساطه، ما بغيتش نستعمل العباره اللي استعملتي انت وداروا ليها الطيط، ومن بعد قلتي بانه ممثل اقترح عليك الا بغيتي تلعبي الدور لعبي الدور الاخر. هادشي برنامج تلفزيوني للامل. ايه ولكن ماشي كان اول مره غنتكلم في الموضوع، ماشي في برنامج تلفزيوني. اول مره تكلمت على الموضوع كان في البرنامج ديالك، قلت لك انا جبدت جبدت البرنامج ديالك انت، حيت انا عيط ليا واحد الصحفي من ديبيش بوايما، داكوغ ديبيش بوايما، درت معاه حوار، قال لي واش انت في راسك الضجه اللي واقعه في هوليوود، في راسك راسك الضجه اللي واقعه في هوليوود ايه اللي هي هذيك اللي هي شنو؟ تحرش. فوالا التحرش شنو؟ شنو القصه ديالو؟ لا التفاصيل ما عنديش، انا كناخذ الكلمه تحرش ونزيد. خبيا انا اليوم غنفيدك بهذا. مرحبا، هذاك الشيء علاش جبناك باش تفيدينا لالا امل. مرحبا تفيدني وتفيدينا كاع ما تجي عندنا. لا حيت انا واخا يعني عندي هذا راسي راه عندي مين ما نقول. باينه تفضل. الحمد لله. والله الا باينه بالله. هيرفي وينستون اللي هو اكبر منتج هوليوود داكوغ، تحرش بواحد الممثله يلاه مبتدئه، هي قالت ليه لا، مشات تكلمت مع الصحافه تواليه. مني كتبوا عليه الصحافه دارت ضجه. شنو نادو؟ اكبر الممثلات في هوليوود قالوا اه هذاك كيدير هذا الشيء ميتو من شحال من عام، منهم انجلينا جولي، منهم ميري ستريب، منهم بالترو، يعني ممثلات اللي عندهم وزن كبير بان انه هما تعرضوا للتحرش، وقع لهم هذا الشيء. فهو عنده 38 سنه في الدومين، قلت لك بحال قلتي من اكبر المنتجين، راه غير الافلام ديالو تقريبا خداو 60 جائزه ما بين جولدن جلوب، ما بين الجولدن جلوب وما بين لي زوسكار، يعني بحال قلتي الباب ديالهم تماك. باش انه وتوقع عليه الضجه راه شي حاجه اللي راه ماشي عاديه. داكوغ دونك تحيد، خليني نكملك. دونك تحيد، ما بقاش خرج من الدومين، حتى انه كانت عطاته واحد، عطاوه الجائزه في فرنسا تكريم، سحبوها، هضر عليها يعني اوباما، دارت ضجه كبيره. داكوغ ابخي خرجت واحد الحركه اللي هي كتسمى ميتو. ميتو شنو هي؟ ميتو اي امراه في العالم كله يمكن لها تدخل وتتكلم على التجربه السيئه او التجربه الموجعه ديال التحرش الجنسي في الميدان الفني او في اي ميدان. داكوغ دونك من بين العربيات اللي هما نخارطوا، ما عرفتش عندك لو نومبر شحال بالضبط ولا لا؟ ما عنديش العدد. لا 7 ملايين عربيه هادو كلهم تعرضوا للتحرش، كلهم تعرض هادو ماشي كلهم تعرضوا للتحرش، هادو غير العربيات اللي هما كانت عندهم الشجاعه انهم يتكلموا. داكوغ من ضمن هاد دونك العربيات. دونك انا عيط لي هذا قال لي لا جبدك انت. قال لي امل
اش جبدني اش جبدك انت؟ قال لي انت من الاولين اللي تكلموا على التحرش في البرنامج. اربع سنين هذه في اربع سنين هذه كنتي سولتيني السؤال شنو كنت جاوبتك؟ شنو كنت جاوبتك؟ خلينا قلتي لي احنا ولا لا جدين انا قلت شنو كنت جاوبتك؟ قلت لك لا ما كاينش ولا قلت لك كاين؟ قلتي لي جبدك انت كنقول انا رئاسه درت انا يعني انت الساعه كان الغزاوي وكان وجهه قلتي لي بانه تعرضتي للتحرش. اوكي سولتيني قلت لك اه تماما ولكن خرجات من بعد على الامان راه فوالا دونك من دونك من ديبيش بوينما دار معايا حوار خرج لاختيك. ملي خرج لاختيك ترجم لواحد الموقع يمكن ايام 24 ولا ما عقلتش ترجموه بالعربيه من هذاك الشيء تنشر عيطوا لي فرانس 24 داروا معايا حوار من باريس مزيان على هذا الموضوع هذا لان هذه ميتو راه ضجه في العالم كله اوكي وبغاو شي وحده من المغرب اللي تكلمات عيطوا بزاف ديال ما هضروش صح الممثلات الممثلات انت بوحدك اللي عندك الجرأه في الوسط الفني تخرج تقول انا شنو انا ربع سنين هذه معاك انت يا قلت كاين التحرش دابا غادي نقول لهم لا راه ما كاينش هذاك الشيء كله ما كاينش التفاصيل باش تكلمتي من بعد لا عاد ابخي راه البرنامج ديال البرنامج في تيليماروك راه جا مورا فرانس 24 انا كن جمورة فرانس 24 عاد عيطت لي سلوى كان أسس على ما سمعته منك عند الزميلة سلوى أيام هذيك الساعة ما تكلمتيش على حادثة معزولة ما تكلمتيش هنا فين كانت الخطورة لا عقلت بأن قلتي لي تعرضتي للتحرش صحيح ديك الساعة كان مخرج من بعد ولا ممثل أنا صدمني صدمني كان مخرج ولا ممثل لا أيامي هذي سولتيني كان مخرج كان عندي مشكل مع مخرج من بعد هاد الممثلة راه مؤخرا وعاد هادي يعني تنقول وكيفاش واش دابا ممثل ولا عنده هاد البوفوار هذا سي كوا صح حنا فين عايشين من يجي ممثل بحالك بحالو زميل اللي كنتي كتحترمو وكتقدرو معروف غادي يولي يحطك هنا ويهزك من هنا ويدخل صافي ديك انا جو سي با لا سول انا ماشي بوحدي عرفتي فين كان الخطوره في الكلام اللي كتقول انا ماشي بوحدي انا ماشي بوحدي اكيد ماشي بوحدي لانه اللي مولف كيدير بحال هكا راه غيدير مع كاع الممثلات وعيطت للممثله اللي قلتي لي انت هي دوك اللي دوبلوني واللي تشهروا واللي كيمثلوا اللي كيمثلوا بزاف عيطت لوحده ديك الساعات كان معايا قال لي ها انت هي كتعيط ليا ما كدير حتى شي حاجه بلا بيا وراني مرتها هي كتعيط قلت على وقح هذا الحيوان هذا يعني نون سولمون تيتحرش نون سولمون تيشغل ممثلات بهذيك الطريقه مي اون بليس كيشهر بهم في التليفون قدام اخرين كاين نيفو ماشي حشومه شوها عيب الخطوره ديال الكلام اللي قلتي بغض النظر على الحادثه والواقع وعلي كنتفكر هذا الممثل هذا الله يجعل ربي يفضحوا والله يجعل ربي يخرجوا عليه ان شاء الله في هذا الضمن لان امثاله ما خصوش يبقى في الضمن علاش ما كانش عندك الجرأه وتقولي سميتو علاش نقول سميتو؟ لانه دابا اي ممثل غيشك في راسو يقول لك ما انا اللي معني لا تيقني هذا الشخص هذا اللي هو قال هاد الهضره وراك انت يا عارف اش من مسلسل وانت يا عارف اشنو قلتي وانت يا عارف شكون اللي عيطت لك ملي كنت جالسه معك في الكافي فهمتي عارف نفسك وعارف راسك وحشم على اعراضك وراه عارف راسو عارف راسو معلوم عارف راسو وغيتفضح واحد النهار غادي يتورط حيت تكلمتي على الامر بانه الى ممثلين كيديروا الدور ديال الوساطه يعني ما بقيناش واللي غادي اللي غادي يجيب لراسو ممثله راه غادي يوزعها مع اي واحد بغاها ماشي لا لا هو ما عندوش مبادئ ماشي شي سيناريو هذا لا امال يا سلام دابا انت ما عارفش شنو واقع زعما انا غادي نعلمك انا غنقول لك انا ما عمري كنت الميدان ديال التمثيل بحال كل الميادين كاينين الناس مسخين كاينين الناس اللي غير داخلين ما عارفين حتى علاش داخلين اللي كيحسب لهم بان الوسط بورديل وكاينين الناس اللي محتارمين راسهم اللي كيقدروا المهنه واللي كيقدروا نفسهم واللي كيخدموا بكل جديه وانا خدمت معاهم مع بزاف ديال الناس اللي بحال هكا منهم نبيل عيوش منهم خالد الابراهيمي منهم يعني خالد دواش دلال العراقي كاينين بز اسماء واسماء واسماء اللي خدمت معاهم ناس محترفين وكنحترمهم وعجبني الحال مني خدمت معاهم وكنتمنى نعاود نخدم معاهم الحمد لله شنو اللي كيضمن لنا منهم اشاور منهم يعني لا فامي اشاور كامله ماشي باطل اللي كطيحي على عباد الله انت براسك قال لك انت كتحرشي بالمخرجين يا سلام سمعتي هذا الكلام لا امال والله شوف انا اسمعني الله يرضى عليك انا مشيت لبيروت بعدا مزيان ذكرتي هذه النقطه هذه لان كنشكرك عليها
قولي عاوتاني بقاو جديين والله الا جديين. انا جديه معك. حتى انا مشيت لبيروت عيطوا لي في برنامج هنا على قناه الحره اللي هي كتبقى امريكيه قناه امريكيه داكوغ داروا الموضوع ديال التحرش كيف ما قلت لك انا هو موضوع الساعه هو فقط وليتي ريفيرونس اللي بغى يهضر على التحرش في الفن يمشي عند امل صقر اللي بغى يتكلم على ممكن نكمل ممكن نكمل يمشي عند امل صقر اللي بغى يتكلم على صقر لا لا انا ماشي كنتكلم خاصك تعرف بان ماشي كنتكلم كتجربه شخصيه انا كنتكلم لتسليط الضوء وللمعالجه اسمي تسليط الضوء والمعالجه عباد الله تسليط الضوء باش نحمي بنتك اما اختك ولا طلعتها بنتك مستقبل ملي تكبر ملي تبغي تدير تختار ان دير هذا الميدان تلقى شي شويه نقي تلقى شي شويه نقي ادعي اما انت مخليها درت تستر على جريمه لا واحد كيدير تستر على جريمه دابا انت الحمد لله كتعترف بانها جريمه الا كانت حقيقيه بهذا المنطق كتعترف على انها جريمه انا توقع عليا نمشي ندعي لو كنت بلاستك زعما لا كنت بلاستك شنو غادي تمشي تدعي شنو غادي تقول له نقول لهم انا فلانه بنت فلان تعرضت للتحرش هاشكون 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 غادي يقول لك كلامي على كلامه شكون اللي غادي يعني ابروف سي كوا هي قالت انا قلت انا دابا عاودت هادش انا غير عاودت هادشي وكتقول لي يمكن يكون بصح ويمكن ما يكونش هادشي مازال كاع ما وصلنا ماشي انا الناس اللي كيقولوا انا كنهضر معاك هذا باطل والدليل انت تهمتي كذلك بالتحرش باطل بلاتي اوكي باطل ياك دابا التحرش ما كاينش التحرش كيقيس كل الميادين واي ما تصولها ها الحمد لله ياك بعدا قلتيها الحمد لله علاش انا تكلمت في هذا الموضوع هذا اولا ماشي انا اللي مشيت قلت لهم الو انا بغيت نهضر في الموضوع هما اللي عيطوا لي داكوغ ما يمكنش انا نغير الاقوال ديالي انا قلت ربع سنين هذه انه كاين ودابا نقول لهم لا ما كاينش ما يمكنش لان كنقلب على المعالجه كيف ما كنقول لك دونك خليني نكمل لك مشيت لبيروت الناس خلصوا عليا الطياره وخلصوا عليا لوطيل الاعلاميه مالتيلدا فرج الله اللي كنوجه لها تحيه عيطات لي وداتني حتى لبيروت باش نتكلم في الموضوع شكون جابت كضيف شكون جابتني انا كمغربيه ممثله اللي تكلمت في الموضوع وقالت لي انت كانت عندك الشجاعه قالت لي الشجاعه لانك تكلمتي في الموضوع جابت صحفيه مصريه اللي وقع عليها تحرش في بلادها واللي دعات المتحرش بها وحكموا عليه عامين ديال السجن وجابت بسيكولوج طبيبه نفسانيه لان باش تتكلم على الموضوع ديال التحرش علاش التحرش شنو هي النفسيه ديال المتحرش كيفاش دايره واش هو مرض ولا تمرد كيفاش كيشوف هذا الشخص او حنا هما كيتكلموا على العالم العربي والرجل العربي اللي هو كيدير التحرش البسيكولوجي ديالو علاش كيدير بحال هكذا كيفاش يمكن لينا نعالجوه وكيبقاو كيقلبوا على الحلول باش باش نقاش مزيان ما قلنا فوالا الو باش تجي في البرنامج في المغرب ياك في المغرب وما قالتش لي انت تحرشتي ما خرجاتهاش من فمها قالت لي يعني حشومه وعيب ان مذيعه تقول بحال هاد الهضره ما تتقالش علاش كيفاش علاش عيب ان تقولها قرينا هنا ايه تقريك لا ما تقريناش لا ما تقريناش والله ما تقرينا خليني نكمل علاش فلانه مش علاش هي اللي ما عرفاش تسول داكو اللي سولك واش تحرشوا بي يا سلام يا سلام علاش ما جابتش بسيكولوج تهضر على الظاهره وتنفهموا بطريقه علميه وبسيكولوجيه المتحرش كيفاش داير ما فكرتش في هذه القضيه هذه شنو اللي فكرت انه جابت جابت يعني صحفي وجابت ممثله قالت لك ما كاينش في لو دومين سا اكزيست با ياك وانت حني حطاتني كمتهمه واش عباد الله دابا حنايا باقين في هذا العصر هذا 2017 كنتكلموا على ظاهره اللي هي عالميه العالم كله كيتكلم عليها وكيحاول انه يعالجها ويلقى لها الحلول للاجيال اللي هما جايه وحلول لولادنا وبناتنا لولادنا وبناتنا بجوج الولد باش يشوف منظور اخر باش ان المراه قدامه يشوفهاش كطرف ديال اللحم انه يدير بها اللي هو بغى ونق عليها ونستغلها كيف ما انا بغيت والبنت كذلك حتى هي تعيش في واحد او تخدم في واحد الوسط اللي هو نقي اللي هما يعني رجال وبنات كيشوفها باحترام كيف ما دابا انتيا كنحترمك الله يكبر بك لا كنهضر معك كنحترمك كنحترم الاخوان كلهم اللي هنايا هنا علاش لان ما كنحترمين نفوسهم ما عمرهم قالوا شي كلمه اللي ماشي هي هذيك يعني داخله مطمئنه وعارفه راسي فين جالسه دار دارك خوتك حنا انا بصح خوتك
لا اسمعني شوف هدرت لك خلينا جدين الله يرضي عليك. دابا قلت لك انه دابا مراه بحالي تخدم في وسط تخدم في وسط بحال هكا الحمد لله حتى كذلك في الخدمه ديالي كنخدم في وسط نقي. سي تري امبورطون انه الانسان يعيش في ميليو اللي هو نظيف. اللي انا جاي جاي انسان بغض النظر انثى ولا ذكر انا جاي باش نخدم وناخذ نتقاضى السالير ديالي في الاخر ديال الشهر. ما جايش باش تقول لي بغيتي هادي درتي هادي. الا كان اعجاب بينه وبين الشخص وكانت الموافقه بيناتهم الله يسهل عليهم هادي كيبقى اختيار ما بيناتهم. اما باش يقول لي بغيتي هادي نعطيك هادي ويجي انا ممثل لممثلة عباد الله ما هو منتج ما قالهاش ليا ومخرج ما قالهاش ليا ممثل يجيني بحالي بحاله ويجي يبقى هو يخدم لي على مزاج اللي هو بغى ويحيد اللي هو بغى. شنو هاد السيبه وشنو هاد الشيء اللي ولا دابا سي كوا سا سي كوا سو دومين علاش الدومين ولا بحال هكذا. انا سلطت الضوء الله يرضي عليك للمعالجه ماشي باش نبان لا باش ما نعرف شنو هادي خلينا راه الناس راه ولاو كيعالجوا هاد الامور بطريقه علميه بطريقه انني جوستومون انا كنعاتب على سلوى ما جابش ام سيكولوج باش انها تعالج الموضوع بطريقه عقلانيه بطريقه ذكيه. تحيه الاستاذه سلوى على كل حال. ثلاثه ديال يعني ثلاثه ديال تقول لي انت كتحرشي بهم حشومه وعيب اننا نوصلوا لهذا المستوى. لو كنت انا كنتحرش بهم ما غاديش نجي ونتكلم على الموضوع غادي نحشم على اعراضي ونسكت كيفما كاينين بزاف ديال الممثلات كيتحرشوا كاين بزاف كاينين ما بيان سور كاينين لا حول راني كنقولوا كاين الوسط خايب كاينين الممثلات اللي تيتحرشوا كاين الممثلين اللي تيتحرشوا كاين يعني يا ان بو دو تو راه ما يمكنش نقولوا العيالات كلهم غزالين ورائعين والرجال اللي ما تيسواوش كاين هكا وكاين هكا فهمتي. الله يدينا في الضوء. امال ثلاثه ديال التعاليق من الفيسبوك غادي تجاوبي على كل تعليق بسرعه. عبد الرحيم كيقول لك كنشوفو كتعمدي تلوحي تصاور مثيره باش يكثر القيل والقال عليك جاوبيه بسرعه. سميتو عبد الرحيم؟ لا خويا عبد الرحيم انا كنلوح تصاور عادي ديالي كنبغي نشارك حياتي اليوميه بالملابس اللي انا كنلبس بالشكل اللي انا فيه بكل حالاتي النفسيه وكل واحد على حسب عقليته وعلى حسب تربيته كيفاش هو كيشوف هذيك الصوره. ايوب تعليق طويل ولكن كيقول على ما كيبان انت ممثله في التلفزه وفي الحياه. ما يمكنش يكون الانسان ممثل في التلفزيون ويكون ممثل في الحياه والا احنا كنا ممثلين. بالعكس انا جد تلقائيه وربما تلقائيتي وصراحتي هي اللي كتجبد لي كاع هاد التعاليق وهاد الامور اللي انت كتقول فيها. عثمان كيقول سولها السي رمضاني واش ما يمكنش نشوفوا فن محترم اللي نقدر نتفرج فيه انا والوالد ويبقى بيناتنا الحياء. ما فهمتش انا يعني كيسولني على الامور اللي كتعرض في التلفزيون. لا واقيلا تنتمي عليا هذا خصو يسول القناه ما يسولنيش انا. ثلاثة ديال الأسماء القناة هي اللي كتقول اللي كتعطي الأوكي على الممثلين وعلى السيناريو وعلى الإخراج وعلى كل شيء. أنا ماني منتجة ماني مخرجة ماني نو. ثلاثة ديال الأسماء تكلمي معاها أو عليها دوكسا ما غاديش تقول لي أو عليه. بسيكولوج اللي أنا كنحترمه وكنقدر العمل ديالو وكنقدر كل الأمور اللي دارها في الحياة ديالو ساعد بها الشباب لأنه دار ساعد بزاف ديال الشباب وهذا يحسب له وليس عليه. سكينة درابي الممثلة ممثلة احترمها كنتمنى لها التوفيق. شكرا. احمد بولان المخرج واش تقول ليه او عليه؟ احمد بولان كنحترمه من المخرجين اللي انا كنحترم عنده واحد المود ديالو عنده واحد الطريقة ديالو كيفاش كيشوف الامور الفنية. شخص تلقائي من 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 المخرجين اللي هما تلقائيين واللي كيقولوا اللي كيحسوا به. انا ما شفت فيه غير كل الاحترام والتقدير الحمد لله. وكذلك الزوجة ديالو اللي هي كوستوميير واللي هي يعني الحمد لله زعما ما عمري اشتغلت معاه ولكن كنكليه كل الاحترام يعني من المخرجين المحترمين. هل لديك أقوال أخرى أمل صقر؟ أقوالي هو أنه الله يجازيكم بخير يعني نترفعوا بالأمور اللي هي سطحية واللي هي غير المظهر وغير الشكل نشوفوا المضمون ونشوفوا اي ميساج قالته امل صقر شنو اللي وراه من باب المعالجه والمعالجه. يا ريت ما يبقاش التحرش يا ريت انه نشوفوا المراه كامراه يعني بدات الحمد لله حنايا عندنا نساء اللي داروا مهن جد مشرفه وصلوا مراتب كبيره بزاف والمراه المغربيه من النساء اللي انا كنحترم المراه هي ذكيه واللي كيتمنوها كل العرب فنشوفوا فيها امور اخرى من غير الشكل والمظهر. أمام متمسكة بجميع الأقوال ديالك ما لا تراجع لا تعديل
اللي قلتيه على رقبتك. انت مع التحرش الجنسي ولا ضد؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. جاوبني على بنتك. اعوذ بالله. انا يعني بغيتي نتكلموا في هذا الموضوع ولا لا؟ هذا يعني يحسب لك اكيد. الحمد لله. حرام. شنو هو اللي شنو؟ شنو التحرش؟ واش كاين شي حاجه بزز على الامل؟ كاين الغزل؟ لا اكيد لا. هذا ما كيعني هذا ما كيعنيش على انه في الوسط الفني كاينين علاقات حب اللي انتهت بالزواج واللي هي كتحترم. بزاف ديال الممثلين تزوجوا بمنتجين بمخرجين بممثلين كذلك، والحمد لله علاقات يعني ناجحه. الله يدفق الحليب بيناتهم. شوف الوسط الفني ماشي كله خيب، كاين بعض العناصر اللي هي متطفله. انا بالنسبه لي هذوك ماشي فنانه، متطفلين على الميدان، داخلين ما عارفين حتى علاش داخلين، او داخلين لاغراض شخصيه. الفن هو ابتكار وابداع، هو وحاجه ساميه وراقيه. بلادنا كتستاهل على ان نديروا شي حاجه ديال في المستوى وحريرة. والناس يستاهلوا على انهم نعطيوهم اعمال في المستوى، نشتغلوا على هذه الامور. اما باش انت اجي ندير ليك باش نعطيني ونعطيك ما جاتش تعطيك ما نعرفش. الله حريره في الدار البيضاء، الرساله وصلت والدعوه وصلت اليوم الجمعه. حريره في الدار البيضاء يوم 8 جمادى. الله يخطي الحق، هادشي اللي نقدر نقول لك. 2017 توقيع امل صقر. نغلق المحضر والحكم كما العاده للمستمعين والمشاهدين. شكرا عايد الشرادي في الاخراج، كريم عبد الحق وهشام في التصوير، ليلى الكوني في المساهمه في الاعداد. للتذكير في قفاصيل التهم بدون لغة خشب، ولكن حذروا التقليد، رفعت الجلسة. حلقة كيف العادة، حلقة تلقائية وحلقة صريحة، ورمضاني راه معروف بهذا الشيء، حكم لي عصرني. مي حاولت على انني نجاوب يعني ونقول داك الشيء اللي كاين بكل بساطة، باش انه الافكار ديالي والامور اللي انا كنفكر فيها واللي انا كنشوفها توصل بكل وضوح للمشاهدين.